ديماس دارجارد. هذه قائمة المنتخبين في مباراة الليلة، المباراة التي تأتي مساء هنا في 3:30 في توقيت مكة المكرمة. المنتخب الأرجنتيني من سيبدأ المباراة أولا وينتظر شارة حكم المواجهة في مباراة هذا المساء من أجل أن يعطي إذن البداية، وبالفعل واصل إلى منطقة الجزاء. اقتربت الأرجنتين من هدف الأول، لكن التمريرة في النهاية مقطوعة مبعدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. فرصة كانت لمنتخب الأرجنتين بلا هجمة، كان رائع لمنتخب الأرجنتين. هذا السيناريو هو المتوقع طوال المباراة، هي أوقات قليلة ستبحث فيها إندونيسيا عن نفسها في المباراة. الكرة مبعدة من مباراة، يتحدث مع عناصر المنتخبين في تهدئة لعناصر المنتخبين قبل تنفيذ وعند تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب الأرجنتيني. الركلة الركنية من عناصر المنتخب الأرجنتيني في أوقات شوط المباراة الأول. كرة لإندونيسيا ملعوبة على الجهة اليسار، انطلاق عادة أرجنتينية، المحاولة في وسط الملعب الصافرة من محمد السيد حكم المباراة الماليزي، يحتسب مخالفة في منتصف الملعب. بالمناسبة منتخب الإندونيسي العرضية في منطقة الجزاء والإبعاد من حارس المرمى ياردي، أبعد الكرة لكرة طويلة في الأمام ثم الكرة إلى صالح المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين تبحث عن هدف الأول في المباراة الرأسية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة اللعب على الجهة اليسار، ستاريادي، الكرة اللعب إلى صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة. الأرجنتين معها فرصة على اليسار العرضية لكن مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. فرصة كانت للأرجنتين لتسجيل الهدف الأول، لكنه يجد بأن منتخبه لم يخلق فرصة واضحة صريحة باتجاه المرمى سوى تسديدة واحدة، ارتباك حارس المرمى على كرة في منتصف الملعب. محاولة مرور مع صيحات الجماهير الإندونيسية المتفاعلة مع الكرة الماضية ومع اللقطة الماضية، ثم كرة فيها سقوط صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. صافرة مخالفة، ركلة حرة من المدافعين، الكرة خطرة تسدد والتصدي هذه المرة سوتاريادي تعلق في مواجهة. الكثير من يعشقون كرة القدم الأرجنتينية، هذا العشق الذي صنعه وبناه دييغو أرماندو مارادونا، وبعد ذلك الكثير من الأستاج إلى أن تبقى على الرتم الذي جاءت فيه بمونديال كأس العالم الماضي. صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة، ثلث ساعة أولى في شوط المباراة ثم انطلاقة طويلة بالأمام، هذه خطرة طالت مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عدت الكرة إلى خارج أرضية الجهة اليسار في صالح منتخب الأرجنتين. صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، اكتسبها حكم المباراة المنتخب الأرجنتيني. شوف مرة أخرى الكرة الأرجنتين على الجهة، الحكم يعطي فيها الإذن للتنفيذ والتسديدة. مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت الكرة إلى خارج أرضية إلى منطقة الجزاء. فرصة من أجل هدف أول، مطالبة بركلة جزاء، الحكم محمد السيد طالب بدون ميسي. الآن المنتخب المثالي يظهر، سوتاريادي، ليس فقط الجمهور في ملعب المباراة من يحييك، كلها إندونيسيا تحييك في هذا التصدي. شوف الكرة مرة عن طريق باتيناما في مواجهة المنتخب الأرجنتيني إلى صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة إلى عرضية والتسديدة الرأسية مضت إلى المدافعين، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. طبعا أفضل مشاركة بالنسبة لي إندونيسيا. المنتخب الأرجنتيني في مباراة اليوم بكل روح واجه المنتخب الأرجنتيني الذي يجد مصاعب. مشجع إندونيسي ولا مشجع إندونيسي توقع أن يخرج بهذا التعادل، وبالفعل لا يمكن لهم أن يتوقعوا أن يخرجوا بالتعادل في شوط المباراة الأول. باريديس أرسلها قوية، باريديس من مسافة بعيدة يسجل للتانجو أول أهدافه في المباراة، هدف رائع من مسافة بعيدة.
تحدى فيها سوتاريادي وتحدى فيها المنتخب الاندونيسي الذي ظل دفاع سد منيع أمام المنتخب الأرجنتيني. لكن كرة من تحضر في شوط المباراة الأول نتيجة أن شنتي وعناصر في المنتخب الاندونيسي كانوا قدموا تنظيم عالي جدا. تمريرة داخل منطقة الجزاء، الله، فرصة لخارج أرضية الملعب لم تستثمر، لم تستغل هذه الجهة اليمنى خطيرة وتسديد مارتينيز، أول تصدي من مارتينيز في المباراة. إندونيسيا في أول تسديدة مباشرة نجح معها مارتينيز، تعود الكرة للمنتخب الإندونيسي على الجهة اليمنى. الأرجنتين معها آخر كرات الشوط الأول العرضية. بداية شوط المباراة الثاني، سيلستاون في أول كرة في المباراة بانطلاقة من الجهة اليسرى يحصل على مخالفة وركلة حرة مباشرة أخذ فيها الإذن للتنفيذ. اللعبة الطويلة إلى ميدينا، ميدينا وانطلاق المنتخب الأرجنتيني فيها صافرة ومخالفة، كرة ثابتة إلى منطقة الجزاء إلى راسية، الله، راسية خطيرة للمنتخب على نفسها وتتفوق على تاريخها في مواجهة الأرجنتين. يلعب كرة طويلة بالأمام، الكرة مقطوعة مبعدة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، يلعب كرة إلى منطقة الجزاء راسية مبعدة الكرة. المنتخب الأرجنتيني عرضية بالراس، جول، هدف ثاني للمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني يزور شباك إندونيسيا مجددا بثاني أهدافه في المباراة، رائعة الكرة العرضية ورائعة راسية إلى شباك، ثاني أهداف المنتخب الأرجنتيني في مباراة هذا المساء. الأرجنتين زادت من الغلة التهديفية في شباك، أبعدها في اللحظة الأخيرة. إندونيسيا عندها كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، فرصة كانت خطيرة. سليمان الكرة اللعب إلى حارس المرمى. الأرجنتين إلى تمريرة طويلة، طالت الكرة مرت في خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في صالح منتخب إندونيسيا. لا زال عند الأرجنتين هدف آخر يضاف على الهدفين. مباراة إندونيسيا والأرجنتين مباراة دولية ودية، تقام المباراة في أندونيسيا وتلعب المباراة بدون نجم الأرجنتين النجم ميسي، وتقدمت الأرجنتين بهدف في الشوط الأول في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.